اس خطبے کو، اس لیکچر کو بہت سارے راویوں نے روایت کیا ہے. میں یہ چاہوں گا کہ جن جن راویوں نے اس خطبے کو روایت کیا ہے ان کا نام بھی پیش کر دوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی زبان میں، جو کہ آپ کی زبان تھی، اس میں جو خطبہ پیش کیا ہے، پہلے وہ نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو میں اپنی زبان میں پیش کروں. پریشان مت ہوئیے، تقریباً 7-8 منٹ میں خطبہ ختم ہو جائے گا. کروڑوں لوگوں میں سے شاید کسی مولوی کو، کسی عالم کو یہ خطبہ یاد ہو، کروڑوں لوگوں میں سے. میں پیش کروں. وقد روى هذه الخطبة عدد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اجمعين، ومنهم جابر بن عبد الله الانصاري، وجرير بن عبد الله المجري، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عباس، ورافع بن عمرو الهذلي، وابو امامة الباهلي، وابو بكر الانصاري، والبراء بن عازب، وجبير بن مطعم، والحرماس بن زيد الباهلي، وعمر بن الاحوص، وام حسين رضوان الله تعالى عليه اجمعين. جاء في روايه جرير بن عبد الله المجري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له يوم خطبه الوداع استنسك الناس، فخطبهم يوم النحر حين طفى الضحى بين الجمرات على ناقه الاذبال واضيا رجليه في الغرز يتطاول ليسمع الناس مردفا أسامة بن زيد، وأسامة رافع عليه صوبه يزيله من الحر، وبلال آخذ بقود راحلته، والناس بين قائم وقاعد، فحمد الله وأثنى عليه قال: الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متوالية ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مزر الذي بين جمادى وشعبان. أي شاهد هذا؟ قل الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه يسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلد؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد وأحسبه، قال: وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعد زلال يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا لا يجري جار إلا على نفسه، ولا يجري والد على ولده، ولا ولد على والده، ألا إن المسلم أخو المسلم، فليس يحل لمسلم من أخيه شيء إلا ما أحل من نفسه، ألا وإن كل ربا في الجاهلية موزوع، لكم رؤوس واموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، غير ربا العباس بن عبد المطلب فانه موزوع كله، الا وان كل دم كان في الجاهليه موزوع، فاول دم اعظم من دماء الجاهليه دم الحارث ابن عبد المطلب، كان مسترجعا في بني ليث فقتلته هزيل، الا واستوصوا بالنساء خيرا فانما هن عوان عندكم، ليس تملكون الشيء غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فأجرهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطاعكم فلا تردوا علينا سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يؤتين فروشكم من تكرهن، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهن، ألا وإن حقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن، ثم رفع رأسه إلى السماء فقال: اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ ألا يبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه
ان يكون اوى من بعد من سمع نزل الله امرأة سمع مقالتي فبلغها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه الى من هو افقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن اخلاص العمل لله والنصيحة لأولاد المسلمين ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم يا أيها الناس اتقوا الله ولم يستعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا فقال رجل من طوائف الناس يا رسول الله ماذا تعهد إلي فقال اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم وقال إني أوصيكم بالجاه فأكثر حتى قلت إنه سيورثه وقال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارثه والولد للفراش بل العاهر حجر ومن ادعى إلى غير يمين ومن انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التعبية إلى يوم القيامة لا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها فقيل يا رسول الله ولا الطعام قال ذلك أفضل أموالنا قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العارية مودعة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم وودع النبي الناس فقالوا هذه حجة الوداع یہ پوری کی پوری تقریر تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام رفع میں لوگوں کے سامنے پیش کی کوئی یاد ہی نہیں کرتا ہے کوئی اہتمام ہی نہیں کرتا ہے سارے مسلمان بن رہے بچے ایک مسلک والا دوسرے مسلک والے کے اوپر کیچڑ اچھالتا ہے یہ حدیث کو نہیں مانتا یہ سنت کو نہیں مانتا یہ رسول کو نہیں مانتا یہ قرآن کو نہیں مانتا یہ اولیاء کو نہیں مانتا یہ پوری کی پوری حدیث میں نے پڑھ دی پورا کا پورا خطبہ کروڑوں میں سے کسی کو یاد ہوگا کیا خیال ہے یہ